طلبت نادية العبيدي وزيرة الثقافة سابقا رئيسة حزب العمال ويز حنون بأن تلتزم بوعودها أمام الجميع وملاقاتها أمام العدالة. كما أكدت نادية العبيدي أنها رفعت شكوى لدى محكمة سيدي محمد، وقد تم استدعاء لويز حنون بتاريخ 22 مارس ولم تستجب لذلك لأنها تتمتع بالحصانة البرلمانية. وتحدت وزيرة الثقافة السابقة التي راحت ضحية لحملة ممنهجة قادها نواب حزب العمال في صورة رمضان تعزيبت وجلو الجودي. نادية العبيدي تحدث حنون بأن تواجهها أمام العدالة وتتخلى عن أكاذيبها لأنها لم تتخلى عن حصانتها البرلمانية رغم أنها لم تنزل للبرلمان ولو لمرة واحدة. في المحكمة تاع سيدي محمد قدمت الشيء اللي عندي، أكدت الدعوة اللي رفعتها، والقضية الآن هاي في العدالة، وهو استدعاها يوم 22 مارس وهي ما جاوبتش. إذن الآن المطلوب من هذه السيدة أن تلتزم بالوعود تاعها وترفع الحصانة البرلمانية باش يسمح للملف أن يفتح، والقاضي هو يتابع يفتح الملف. هذه فقط احنا نطلبوا أن العدالة تفصل. إذن أنا الآن ما عندي إلا كلمة أقول إلى هذه السيدة لويز حنون أن تلتزم بوعدها أمام الجميع. قالت بلي هي مستعدة باش تتخلى على الحصانة البرلمانية تاعها، فلتتخلى ونلتحق أمام العدالة. أنا رفعت دعوة على هذا القذف وهذا الكذب أمام العدالة. بالنسبة لي هذا فعل حضاري وفعل اللي يهم كل المواطنين. إذا واحد في الدنيا يعيش إهانة ويعيش هكذا الكذب والقذف، لازم يكون عنده العدالة اللي تحميه.